J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. Welcome, Ghayd. Hello, Sahla. Bonsoir. Bonsoir. Thanks for coming, man. Man, thank you. Thank you for coming. I know you're a very busy guy. وبعرفك أنا من قبل يعني بعتقد بعرفك من وقت الثورة إذا ماني غلطان أو قبل أو كيف التقينا ب pub some sort of pub ب waterfront okay and you were wearing this Hawaiian t-shirt لا I cannot unsee this أي هولي وقت أشوفك يعني it's always كنت كتير حامل بينا كولادا تبعك أو whatever you're wearing this shirt like bro like holy I love your shit وبعدين few months later من بعدها بكم شهر بشوف معين ماسك الشيل تبعه ثورة وكيف بيستعمل والهواين شيرت خيي كيف بيستعمل yeah the Hawaiian shirt days are over completely yeah صرنا هلا الحمد لله الحمد لله ورح نكمل المشوار لك بدي اشكرك اول شيء لانه انا بعتقد you're one of the funniest people I know it's an honor man thank حبيبي وككوميديانز I think هذا أكيد رأي شخصي بس you guys have a gift توصلوا المساج بأسلوب kind of مبطنة لشخص يعني إذا بتروح بتحكي مع شخص about specific issues مثلا ما بيتفق معه إذا بتقله مباشرة directly without you know بلا فازلين ما حيتقبلها بس with comedy I feel comedy is the vaseline and comedy I think reaches more people even عالم ليه ايه بتكون شلت شريحه كبيره من العالم exactly. but still you have عندك العالم يلي انه ليش عم ليش انت كنت عم تعمل عن فيديو انا بلشت بال 2016 عن فيديو كليبس exactly. ايه بلشت ايه انا I still do it بس انه مش وقتها لا هلا لا ما لي خلق هلا افتح edit واتساءل على عالم هلا مش بوقتها ما لها عازه ويعني فيني هلا فينا نكت بسخرية عن الدولة فينا نكت عن فشلهم فينا نكت على فسادهم فينا بس never politics politics بس الواحد أنا يعني وقت بلشت قلت no way أحكي politics it's never gonna happen بس وقت البوليتكس فات على بيتي حجز لي مصرياتي بالبنك يلي صار لي سنين عرق ودم تحت تطلعهم وعملونا هيركوت وبطلنا نقدر نستعملهم unofficial haircut unofficial capital control ووقت decisions الكورونا الهبل سقطوا كل البزنسز بالبلد على الفاضي وفجرولنا بيوتنا اوكي مجبورين نحكي sociopolitics kind of so ما فينا ما استعمل البلاتفورم تبعي يلي بنيتها صار لأربع سنين كرمال احكي عن الحق واحكي عن the future of Lebanon in my perspective well, the people who agree اهلا وسهلا خيي and واذا ما بتوافقني الرأي روح على محل تاني في ما تحضر في مليون الف زلمه بيساندك ومعك مش مليون بقى صاروا شي ثلاثة including شرب الخليل what the fuck قال شو people are quoting شرب الخليل now like قال شرب الخليل مين شرب الخليل خرا this is not يعني it's crazy yeah. فما عندهم arguments بقى الأحزاب السلطة ما عندها arguments سكوتهم هلا عم بعمل شوية intro هيك it's just a brainstorm براسي the fact إنه هن كانوا هالقد silent بالblast ما حدا طلع طمن شعبه قال نحن حدكم رح نساعدكم ما حدا طلع عطى statement ما حدا طلع اعتذر ما حدا assumed responsibility ونحن قاعدين انتو يعطيكم ألف مليون عافية على الأرض كل يوم ساعات نزل دم من إجريكم انتو عم بتساعدوا عالم بالأكل بالكونستركشن بالريبيلدينج اتسترا بالمنتل هيلب اتسترا اتسترا and social media and what did they do three weeks down the line بعد ثلاث تجمع دقوا جيش على بيتك ايه بدون يعطوني خبز كانوا ايه من بعد ثلاث جماع كانوا ست عناصر عم بيعطوا ربتين خبز برو نحن مضينا كونتريات نعمل ريبيلدينج لمدري كم ألف بيت
وهن بعد ثلاث جماع شو عايزين جايز باي ذا واي ايه نحن هون كمنظومه. لا بتعرف كيف ده بلش يدقوا على الباب هي الساعه 8 ونص ايه وبدهم يتصوروا معنا انه بروف لوك انه انا اعطيناك ما خي بس كمان مان like عم بتدق على الباب بشكل مثل حيوان وصار في ان اكسبوجر ذات هابن نوت تو لونج جو يعني في شيء اسمه PTSD ومش ضروري تزيدوا على هذا الشيء اتس تروماتايزنج. لا وليك غايت كمان بدي اعطيك بدي لك كمان بدي لك كمان انت يعطيك الف عافيه فور دوينج ذا فيديو اون بيس كامب ويو سيد ات ان انجلش وحطيت سبتايتلز كمان العالم كمان تفهم ليك مع انه انت هلا عم تحكي بوليتكس وفي عالم كانت عم تلحقك بركة بطلت تلحقك بس يو نوت لايك جينو انت ذا واي ذات يو توك اباوت بوليتكس غير يعني بتمرق لهم اياها ان ا فيري سوتل واي اذا شخص منه كتير متطرف ومنه بغني ومنه فيه يبلعها فيه يبلعه وبيخليك in my opinion yeah. The most efficient way توصل فكرة هي through comedy. Absolutely. The most efficient way يعني the biggest proof عندك جون أوليفر عندك ال late night shows برا كيف بيحكوا نص ساعة قدام الكاميرا ولا شيء بس man. Just one shot talking about stuff والartworks عم يبرموا عم بيحكوا عن قصص it's mind blowing. This is it. يعني إنه وقت تحكي عن هول بيحكوا سياسة كل الوقت. مية. It's politics. بس the way they package the sentences وهالقصص كلها بتقول it's so light and مية. وبتزمت. Sorry. Yeah. Just to add على هذه النقطة. قد ما they do it in such a smart way. أنا بعرف عن شيء اسمه gerrymandering بأمريكا which is يعني how they بيقصوا الستيتس وبيقصوا الكارتيه وبيقصوا النيبرهودز. Why the fuck do I know about gerrymandering in the states and I don't know about it because of the influence the guy did عليك because of the influence the guy did وكمان يعني I know nothing about Lebanon وما بعمل حالي بفهم بالبوليتكس في عالم بتفهم مني أكثر بكتير بس انت you're one of the voices that makes it easy for you to understand انت وجينو لأنه you talk the language of the people و ما نكون سخيفين مثل هولي talk show host that you see. Oh yeah, God on damn. You spoke about at least four things now. I'm gonna try to recollect شو عم بتقول. أول شيء for the in terms of I speak the language of the people, I am the people. So وكمان my background marketing. So I was a client و I used to work with brands و agencies و pitches و أفكار و creative و so دايماً 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 من أنا صار لي 8 سنين بحط حالي be in the shoes of the customer okay. in the shoes of the receptor يعني إذا أنا عملت a piece of content وأنا عم بحضره شو بدي أحس كيف بدي بلش بأول 10 ثواني how will I hook the audience what will I say what will I talk what's the flow كيف بدي انهي الفيديو شو بدي احكي بالنص how will I capture the audience مشان هيك my numbers on my platforms لأنه I have them لفات الشيرز على فيديوز طولهم 6 دقايق و10 دقايق و20,000 و30,000 شيرز انه مش انه ارقام صغيره on videos that are bulky فالفرق بين المينستريم ميديا تبعنا هون ونحن الجداد انه الاعلام البديل ايه ما فولا انه خي بعدهم كذا بهيدي البوكس انه عندهم أجندة تبعهم و they want to convey what they're told to convey على الايربيس تبعهم فنحن شغلنا دائما is to redirect شوي الconversation into something more interesting لأنه أنت بالنهاية ما أنك هون ماريونات أنه هن عم بيديروك لا إذا هن عزموك على talk show عم بحكي كتي في أو ك any other mainstream media أنت اللي بدك تحكي 100% أو أنت يعني you have to direct the talk لحتى العالم تسمع فكرتك المزبوطة مش هو شو عم بي أو هي أنت you spoke عن الجديد right recently yes today actually وبصراحة ما كان في فرق بعتقد بين كيف الطريقة اللي أنت بتحكي فيها مع your viewers and what happened on TV you just there was a wider screen you know أبدا شوي كنت مرتب أكتر بركي ولا لا كمان يقولك لا ليه ليك إيه كنت مرتب لأنه بحترم المؤسسة يلي إنه بعرف إنه it was live وأكيد مني وأصلاً أنا ما بسب على العمم سبيت تقيلة غير على الستوريز من وقت للتاني وقتها يا خي ما فيها ما تطلع منك in the end of the day you have to be natural أنا ما بحياتي سبيت بس إنه وقتها حس إنه وقتها أختي كانت رح تموت she was sitting يعني كانت قاعدة بالبالكون كان طار الألومنيوم قطش لراسها
بتقعد بهيدا سبوت 23 24 ساعة بتشتغل من هيدا سبوت طار البالكون عنا. If she was there وصار لها شيء أنا هلأ ما كنت عم بعمل بودكاست معكم أكيد كنت بالحبس أصلا. هيدا الستوري تبع كل خرق الستوري تبع كل خرق كان على تبع منك بعدين تعملها بوست أنا صح أنا ما بوستت يات أي شود ممنوع مسبيت وقت هذه ضد الشتية ما أنت قلت لهم كله خرق أكيد برو شو بدك تقول لهم كيف وين بالهم بعضهم انه لا ممنوع الشتيم ما كسخت اصلا طلعوا 100 قرار طلعوا 100 قرار انه نحن ما بنقبل وحدا يتطاول علينا كله خرا كله خرا مان انه قليل عليكم هيدا كله خرا خفيفه اتس نايس اتس لايت وبعدين انه I'm not even sorry to say it انه انت بتفكرها it's almost natural it's supernatural ما فيك ما فيني بطين شغله هلا you have we have to balance stuff مثل doing something funny and something serious on my platform لانه originally I'm a comedian I would say I'm a content creator I do content the base camp video is content it's a fully fledged approach على شو هي base camp مزبوط قطعت شي 3 4 لتشات على الكونكلوجن تبعي على انه على نحن الدوله وما ادري شو انه it's really a replacement على ال government وعلى ال municipality work ايه والزبالة والزبالة يلي كبوها حدا so دايما في we can balance between those things ودايما وقت احس العالم انه عبقوا من seriousness تبع الفيديوز I can feel it لانه I'm on my platform all the time I switch back to something lighter I move away from the topic شوي لحتى ارجع to let people breathe man ايه حتى العالم تتنفس شوي بس كانت صعبة هلا to be light هلا نحن صرنا بس شغل. I was light بنفس المضمون I never posted something unrelated okay ايه عرفتي يعني مثلا في الفيديو تبع رئيس الجمهورية رئيسون الجمهورية مش عارف اذا بده يقعد او بده يوقف على وقت ماكرون كان قاعد ايه. حده this was epic for me it was funny I posted it it was in the middle of my crisis of my depression بس I had to do something about it لأنه okay definitely we are mourning definitely عم نبكي definitely we're bleeding but take this video just remember that okay just chill عملت فيديو مع بي أنه باب مشوه بالبيت أبو العمى أبو العمى مشوه بالبيت وين الأي سي مش عم بيعطي الأي سي اللي بي مش ببيك طاره فمديت إيدي من الشباك كان كله طاير ألومنيوم بالبيت it's my case so ماني عم بتسأل على حدا it happened in my house وتقبلوها وشجرة العيد قتلتني انه خلصينا بقى السنة يلا ميري كريسمس هابي نيو يير let's get it over with so definitely comedy is essential وبلا الهيومر والكوميدي we cannot survive we cannot I try as much as possible even though العالم اللي ما بتعرفه انه انا what do I go through to make people laugh people disregard that they do بس انا I go through يعني انا الstate of mind اللي انا فيه مقرف من اي ناحية من اي ناحية mentally bro I'm depressed انا قطعت people don't know this they shouldn't be knowing this قطعت بثلاث ايام قبل مبارح to be very precise وقبل بثلاث ايام قاعد بالبيت وساكت ولابد وانجا قلي نفس احكي مع حدا على التليفون على الكمبيوتر تبعي ما قلي جلادة اعمل edit لولا فيديو ولا اعمل شيء وقرفان لانه we deserve better we do نحن كشعب we do deserve, we deserve better we نستاهل مين هولي مين هولي قمع وقرف وما حدا assumes responsibility وبجت نص بيروت وعالم بلا بيوت وعالم توفي لعالم وعالم مجروحة yeah. people don't give a shit they don't give a shit وخي the fact انه ما حدا قال شيء شو صار وليه وكيف شو بيخلينا نفكر انه ما حتصير هذه الشغلة بعد مرة we had no idea يعني for بعتد لـ 48 ساعة أو 72 hours ما كنا عارفين شو عم بيصير so we were still sleeping نحن ما بنعرف إذا حيكون في انفجار تاني there were إشاعات أمونيوم نيتريت there were إشاعات إسرائيلية إجوا قصفوا there were إشاعات في الرئة at some point and maybe it's a combination of everything ما بعرف بس بعتد the fact إنه ولا واحد رجل سياسي لفترة معينة ما حكي هو دليل إنه it's them يعني من وراهم هذا الشيء صار exactly وعم بموتوها exactly وعم بموتوها عم بيجربوا they're trying to كمان dilute the news مع شو عم بيصير بخلدك كانوا عم بيقوصوا على بعض عم يعني عم بيجربوا يغيروا الconfinement عم بيجربوا يغيروا 24 hour news cycle
Exactly. Let's talk about confinement in a bit because you mentioned شوي عن اختك شو صار لها. Yeah. And my dad وقع عليه كمان الالومنيوم كله. طب انت وين كنت وقت صار البلاست؟ هلا we'll talk about our stories. I was climbing. Okay. I was fine. I was happy in تنورين. كنت عم بتعمشق طالع ليفل صعب لإلي وعم فكفك له الموفيت بالكلايمينج و it's my hobby. Climbing is a hobby. بحس انه when I climb I disconnect من كل شيء. Meditation. It's mid وسوبر بآخر الدنيا ورواق وبتفضي. It's very physical ومنتل و I need it. I need that لأنه دجا قاعد بلا شغل وما في شغل و it's my only getaway. بدي قلي أختي عم بيرجف صوتها. شو يعني and people close to me as well عم بيرجف صوتهم. طب إنه my dad كان مسطل هيك جمد 7-8 ثواني. عم اجت اختي عم بتعيط له باب 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 هو مش عم بيرد لانه مصدوم. She thought he was dead. سيقبت عندها سهرة on that day كانت بالكولوار يعني رايحة على اوضتها عم بتغير تيابها. سيقبت. She's never in her room. She only sleeps in her room. My mom كانت بالحمام. My mom بتنام كمان يعني بتنام 6 ساعات بعد الظهر. امي قدام بي الازاز مثل سكاكين طار على التلفزيون يلي نزعها وعلى الاتجار كلها سكاكين هيك شن الازاز منهم. طب كلنا زمطنا. انت زمطت انت زمطتي وانا زمطت وكلبتي كانت معي. Let's talk about pets for 30 seconds. They had trauma too. عندهم PTSD man. في كتير حيوانات ماتوا كمان. في حيوانات ماتوا. إذا ماتت كلبتي برو كمان كنت صرت بالحبس. Yeah. It's my kid. ميك أنا يعني مش معقول يعني the level of destruction وقدين إحنا we lost or could have lost. يعني أنت عم بتقول إنه أختك كانت مفروض تكون هون صارت محل تاني. في كتير قصص أنا وميديا بنعرفهم. كلنا. كلنا. زماتنا هول الثمان ثواني كنت عم بعدهم امبارح انا وعم بحضر الفيلم بين اول انفجار وثاني انفجار. هول الثمان ثواني خلصوا كتير ناس وفي غير ناس ما قدروا يطلعوا من القصة. بس كنا مفروض نكون هون ما كنا هون. مفروض زحنا من الشباك لانه انا بالاول فكرت رشفة. بس ما ديها it's a hot spot. يعني إيه؟ يعني it's our area. It's us. بالآخر. بتمثلنا هيدا الاريا كلها. السوفينيرز تبعون لكلهم هون. كله مرمخايل وجميزة وأصلاً الانفجار تبع البار الميتينجز تبعنا والعالم اللي نحن بنعرفها وهيدا كله بهيدا المحيط. سو كتير لايكلي أنت تكوني عم بتسوقي قاطعة من البار وشار الحلو والبيت الكتايب ياري سار معه. أنا أنت وين كنت؟ أوكي okay, سو so أنا بشتغل بجل الديب يعني زالة جل الديب وكل يوم بعمل هيدا الكوميوت من جل الديب على بيتي بقطع قدام البار. سيقبت أول شيء لما صار انفجار كنت حد السيتي مول. okay, so شفت السيتي مول عم بيهرم مثل ما هو الإزاز أتليست. كنت بالشغل وقررت أطلب شارجار on high cart. أخذتني بعتد 5-6 دقايق. لما صار الانفجار I was next to city mall. لو ما طلبت هذا الشجر based on الكوميونتي تبعتي 3 دقايق كنت صرت هونيك وكنت متت يعني. بس صار الانفجار أكيد بلشنا ندقدق نشوف و there was a lot of misinformation. العالم عم بتجن والجروبات on WhatsApp جروبات الثورة وما غيرهم عم بيجنوا. قلنا خلص لا we have to go to see. يعني ميديا دقت لي عم بتصرخ انه نفعوا شبابيك نقطع الارسال عشي ثلث ساعة. exactly. so عم بسوق خلص انه رايحين على بيت لميديا. أول شيء كنت مع رفيقي يعني وهو كان عم يوصلني. نحن ورايحين صوب البارك كنا عم شفنا الدخنة ده مشروم كلاود. فجأة تنسلنا نشوف عالم كان على أوتوستراد عالم عم تقطع يعني عملت يوتيرن وصارت تسوق عكس السير على أوتوستراد. أكيد السيارة مكسرة من فوق ما بقى في روف وانت عم بتشوف هالشوفة you're like what the fuck is going on. العالم جوا ما بعرف people in the back إذا ميتين ولا عايشين. شخص عم بيسوق عم بيبكي دم ومن ديناه دم كل شيء دم. شي 5 سيارات 5-6 سيارات محملين عالم وعم بيصرخوا علينا انه ما لازم نروح لهونيك. it was fucking horrible. ما بحياتي حانسى هذا المشهد في حياتي. it's something that I've never seen. زمطت من زمطت basically. رحنا على ميديا وانت خبرت انا ما كنت عارفه انت وين كنت. انا هون كنت بالبيت. كنت بالبيت. ايه
حسيت صار انفجار تحت بيتك. كلنا هيك، كل الناس فكروا صار في انفجار او بنبون غاز فقعت او صار في شيء، ونزلت نزلت على الطريق لشوف شو عم بيصير، كله ازاز والالارم تبعوا السيارات كله yeah. عم بيدق و... وفي حدا طلع من السوبر ماركت. كان عندي 5 دقائق اوف دينايل، مش ما حدا فهمان شيء من شيء، بكون وقع الشيء عليا وعم شوف هالدخن الزهر فوق. فلما تلفنت لمعين عم جاي، ما كنت فهماني شو عم بيصير، افتكر صار شيء هون لانه كنا سامعين بهيدا المعمل الفرقاعي اللي عم بيحترق، مشان هيك كان عندنا فيديوهات عن الانفجار لانه كل الناس عم بتصور. فما فهمت شو صار، وانا كمان افتكرت هون. لبعدين بعد شوي بلشنا نفهم، بلشوا بيت الوسط مزبوط، قالوا بيت الوسط صار في انفجار، بعدين بيت الكتائب، بعدين ساحة سيسين، ما كنا عم نفهم. بعدين شفنا الفيديوهات من الناس يلي كانوا بوجه مثل كوزينتي. هلا كنت عم برجع بشوف الكونفرسيشن على الواتساب جروب تبعنا، ساعة 6:05 هي صار الانفجار، ساعة 6:08 دقايق، ساعة 6:05 عم بتصور الحريقة وعم بقول لها ايه هيدا معمل فايروركس، وفي حدا كوزاني بيجاوب، افتكرت منيشن تبع حزب الله. قلت له لا، ما خلص اكدوا انه هيدا فرقية. بتقوم بتجاوب كوزينتي لا، اذا كان سلاح او شيء لحزب الله كانوا عملوا اتوميك بومب وصار الانفجار. وما عم بتجاوب، كانت ببنيت سكايلاند، ما كانت عم بتجاوب وعم نكت على الموضوع. كرمال العالم ما بتعرف دغري بوج البوب، دغري بوج البوب راحت كل البنايه. ذا بلاك وان يس، ذا هيدي الطويله وجعني قلبي وقت شفت هو سبيشلي هول بنايتين ثلاثه اللي ما معقول سكنيه، ما معقول كتر خير الله ما صار شيء. في عالم ماتت بالبناية، ايه في 5 أشخاص ماتت، وبالبناية حدا كمان، والبناية اللي بعدها في ناس ماتوا لأنه كانوا عم بيصوروا الحريقة. فلما بتشوف شو بيصير، ما بعرف إذا صارت معكم، بطلنا نعرف لمين ندق. ما أنا نسيت مين كان عايش بالمنطقة قد ما كل أصحابي هونيك. Every man for himself. هلا ما كنا بهيدا، ما في بدك تزبط أمورك بعدين بشدات. ما في you can't. أنا there are some footage of وقت صار الانفجار، عالم تحت على يعني بالمناطق برش حمود، كارنتينا، مرم خايرة، يعني يا محلى الحرب. هي man it was من هي حرب ثلاث ثواني عشر ثواني. إيه ما هيدا على قدها at this point. Let's talk about that. I think it's important. التروما تبع الحرب يلي هو أهلنا. ايه ما بعرف انت اذا عشت شوي منه. نو انا كنت عايشه بريزه. في تروما للحرب بالبلد وكله خايف من الحرب، ويعني what happened now those 3 seconds for us بيسوى 30 سنه حرب. ايه اكيد هيدا الدمار يلي صار اليوم. I don't want to compare، بس انه التاثير تبعه لإلي قد حرب، لانه انقذوا كل الناس بذات الثانيه. هيك ما نحنا كنا هون، دقت لي رفيقتي وبتقوم بتقول لي انت بالبيت، التقيت بواحد من رفقاتنا بالشارع عم يمشي، هو بيته فوق دوكيلاند اوكي بمعنى مخيل روف راح ما بعرف كيف خلص. يعني لما رحنا تاني نهار لنشوف البيت لنجيب له غراضه، ما بعرف كيف خلص. دقت لي لتقول لي انه التقيت فيه ماشي، هو بلا تليفون بلا شيء، عم بجرب يروح عند اصحابنا شوي ابعد من كان بيته، مش كان بالجميزي على الجميزي، عم بيمشي. شفته طلعته بالسياره لحقته لانه عم بتشوفه ماشي، مش عم بيفهم شو عم بيصير. Disoriented. وقالت له وين بياخدك؟ قال لها بعرف بتعرفي ميديا، قولي لها انه وصليني لعندها. وصل لهون ثاقبت انه هي بتعرف ميديا. ايه ثاقبت انه هي، لانه ما معه تليفونه وما بيعرف نمرتي عن غايه، ما بيعرفها شوي، بيعرفها وبيعرف انه بتعرفني. فوصل لهون طلعت فيه، مش معقول، شقفت ايده. سيت توندون سيكسيوني، ايده كلها منشفه، كلها دم، هون شقف كله. طيب مينيمم بس كتفه مخلوق. مينيمم وين بدنا ناخده؟ لك مينيمم انه بوجه ال وين بدنا ناخده؟ مش معقول المنظر يلي شفناه، وعم معين عم بيكبس على ايده لانه المستشفيات كانوا مفولين. قدرنا السالون تبعك كان اوبريتنج روم، يعني كله دم وين ما كان. This is a house. وكنا مثل ما عم تقول يعني we're trying to keep the blood from overflowing. كرمال
ما بتروح ايده. طب سؤال، لو ما الشعب اللبناني مش كله اكيد، لانه 70% منه ما له عازه صراحه. 70% ما له عازه، 80 80 تيك شيء انترستينج. Why do you think مال العازة؟ small parenthesis ليه أقولك 80% مال العازة؟ It's a big fucking number. لأنه بيرجعوا على عم بحكي مع الدياسبورا برا، مش بس العايشين بلبنان. مال العازة بطريقة إنه we cannot count on them. Sorry. لا كملوا. كل واحد عم بيرجع لأصله. وقت يصير في political campaign، وقت يحكوا طائفية، وقت يحكوا دين، وقت يحكوا سياسة، كل واحد عم بيرجع لزعيمه، كل واحد عم بيرجع لأصله. هلا let's say 50% تبع الشعب اللبناني بعده vulnerable على الزعمة تبعه. وعلى I'm not sure about the number though، بس إنه a huge portion. في شعب، في بارتي كتير كبيرة وعيت من الموضوع كتير، which is great، بس in my opinion it's not enough. It's not enough. مش بس يلي لحين الزعمة تبعونهم، الشعب اللبناني إلى individualist ما بفكر إلا بحاله. هلا ما بتشوف the biggest proof هي 50% الانتخابات اللي ما صوتوا، يعني ما صوتوا like 49% عندك silent majority. And I think المشكلة اللبنانية اللي نحن عنا إياها is has two factors both of them اللي أنت حكيت فيهم. نحن طبيعتنا كلبنانية بنتأقلم بسرعة، you know، من الكلتشر الموتور. يعني إذا ما في كهرباء بلان بي موتور، إذا ما في نوتيلا في هزلة، عارف كيف؟ so we have this tendency نتأقلم which is great. والدليل كمان على هذا الشيء كمية المغتربين، من 15 مليون old generation new generation، تترك بلدك وتتروح تتأقلم ببلد تاني وتتعامل an entire community وتتعيش هنيك، it shows قد ايه الشعب اللبناني فيه يقف على إجري وين ما كان. بس هيدي كمان it's a double edged sword. ليه؟ لأنه إذا بتتأقلم بسهولة خلص you can move onto the next one من انفجار لانفجار تاني، من حرب أهلية لحرب أهلية تاني، و you live parallel realities. يعني دليل حرب الأهلية العالم كنت عم تعيش parallel realities، في عالم كنت عم تتقاتل based on الهوية تبعيتها إذا مسلمة أو مسيحية، وفي عالم كنت عم تولع. You know what I mean? And we saw that أنا وياك وميديا and everyone at least وقتها كان في انهيار اقتصادي شامل من تيك اخت البلد، وفي عنا بفريا chilling كأنه ما في شيء. So it's in the fabric of our society. بس I don't know if I should blame them أو هذا. I think قصة الثورة والانهيار الاقتصادي it's one thing. Okay. نحن عنا عملتين، we have الدولار واللبناني. في عالم they can continue living their lives إذا عم بياخدوا مصاري بالدولار. في عالم that lost 60% of their livelihood لأنه عم تقبض لبناني. Fine. بس هيد الحادثة، this fucking explosion that affected everyone، ما قالون حق خي بقولة فوق السطح، ما قالون حق يروحوا يتسلوا مان. حتى إذا أنت ما خصك بالسياسة، حتى إذا أنت ما بدك تعرف شيء عن يعني عن شو عم بيصير بلبنان، you don't have the right man. لأنه this is a fucking tragedy ولازم يكون في solidarity. وأنا بنتقد هالعالم، قصة السياسية عم بيعملوا هذا موضوع تاني من these people بدهم ينشنقوا. لازم ما بعرف، كنا عم نحكي الحرب 15 سنة حرب، مزبوط الحرب أما مضونين مضطر تكمل تعيش. بعدين هيدا بركي مش حربك، حربهم هيدا exactly. بلدك exactly. هيدا الفرق. يعني اليوم إذا في حرب بين العونية والقوات أو بين الاشتراكية أو ما بعرف مين، بركي هذا مش حربك. أوكي، هلا يلي صار هذا بلدك، هذا الفرق ببيتك مثل ما قلت، ببيت إجوا أخذونا من بيوتنا، خلص ركبونا. مش ما exactly. أنا ما فيني هلا شوف بوست on Instagram people dancing، ما بتحمل مهم. أو قاعدين بتوع عم بيصوروا حالهم ومبسوطين، هذه ما بفهمها. لأنه هذا البلد يلي انأذى، مش حرب ومش 15 سنة بعد 6 سنين بتقول طب أنا جاي بلي عيش. هيدا مش عيش يلي عنا إياه هلا. It's a half life. Look, I tend to agree with you. I'm listening, but I have عندي نيوانس صغيرة with this point of view. إنه إيه أكيد سئيل كتير تشوفي هيك شيء على إنستغرام while we're still bleeding and we will never forget يلي صار ever. Moving on, yes, we should be moving on. أكيد. Maybe not now, بس بركي شوي later.
بس let me be an asshole for a second, okay? Because I am an asshole. You weren't an asshole before? I was always an asshole. العالم يلي عم ينزلوا يكبوا فكرهم وتقلهم ووقتهم وجهدهم بالثورة mainly العالم اللي عم بيديروها ونازلين وعم بيحطوا وقتهم وتركين شغلهم وتركين وقتهم are the people who are more educated to a certain extent and people who are more هيك enlightened ويلي مسافرين وشايفين ومجربين وقاطع عليهم قصص ودارسين وعندهم شهادات نازلين على الفرونت لاينز كمان ونازلين على الهتافات ونازلين على السبيتشز ونازلين على السوشيال ميديا those are the people. في كمان I don't want to exclude العالم يلي عن جد نازلة لأنه جوعانة أنا هو اللي بخاف منهم أكتر وبدي إياهم إيه أكيد بدنا إياهم they're not enough today let's be realistic أنا هيدا انتقادي الوحيد being an asshole لهيدا الثورة إنه إذا بدنا نسميها ثورة let it be a fucking ثورة خي 8 up ثورة The closest I saw to a ثورة. مزبوط. Live ammunition. أخومانيوكي. Please bring it on. You know? No, that's fucking it. قبل. Okay. بالكونتكست تبعها. It was appropriate. It was fine. رقص وغنى وهتافات وسلمية. ما إذا بعد بسمع غنية تبع الثورة. بس ما بقى فيني أسمعهم هلا. I'm done with it. You know? Like قبل. بأكتوبر نوفمبر ديسمبر. Fine. فاين انه جربنا بالسلمية متنحرين ما في ولا they're not responding بعدين بتقير معهم اذا كبينا حجرة عليكم لك اير فيكم واحد واحد يا زلمة لك بتعصبوا سوري يعني بتعصبوا مش سوري على المسبة سوري على your existence على مصروف الاكسجين اللي عم تاخدوه مني انتو يا نواب ويا وزراء ويا رؤساء ويا زعماء اذا كبينا حجرة عليهم قال لا انتو كان منيح ضلكم سلمية شو اللعبة السياسية هيدا هن بدهم يانا نضلنا سلمية لك على قصة السلمية أنا بدي أعلق سلمية على السلمية لك إذا أنا I think being ثورة سلمية is to our benefit ليه لأنه هول العالم خي مجرمين كل واحد قاعد على mountain of bodies ماشي غيروا الكوستيومات الجيش والدرك وصاروا لبسين كرافتات وقمصان بس they did more those, are the, those are the real criminals. Those are the real criminals. وبأكد لك إنه نهب وقتلوا أكتر when لما كانوا لابسين الكرافتات والقمصان than وقت كانوا warlords. Exactly. لما أنت لما يصير في تصعيد لما العالم تنزل بسلاحة let's say hypothetically بتروح بملعبهم man and these people are trained these people ناطرينك على شعرة على سوس نقطة كرمال أنت تنزل كرمال هني يكون عندهم كخت بلانش يرشوك ونيكو حريمك يقتلوك The reason why they're so fucking confused أوكي صار في تصعيد من عندهم إنه مع رصاص حي والمطاط بس they can't do anything هي والثورة السلمية هلأ أنا بأكد لأنه كبيت أحجار بس the first people اللي كانوا عم بيكبوا أحجار أول عالم صعدوا الموضوع هن من داسين إيه؟ أنا بكت لك هذا شيء كرمال يفقدوا شرعيه الثورة سوذات بينزلوا فينا definitely. خبيط ولبيط definitely. بس ما وقفت على الحجار عم بحكي أنا عن مصطلح الثورة ثورة فكرية أكتر من ما هي ثورة Absolutely. فعلية Absolutely. And this is, أنا هيدا عم بحكي عن الموضوع أنا بيك علنا وميديا عن السي إيه؟ سي إيه؟ وخلص وإخر عمنا حاجز الخوف سقط مثل ما هو إيه و the biggest proof إنه فكرية في political fronts عم بينعملوا في opposition عم في تحالف بين المجتمع المدني كتير كبير عم بيصير هلا and this is what I've been waiting for طنشنا عليه من كم شهر بس لأنه قلنا إنه بركي حدا يسمعنا مثل قلتا now is the right time and I'm happy كيف هيدا الثورة الانتفاضة عم is moving forward definitely we need it we need a plan أنا ضعت وخي أنا حطيت حالي عبوز المدفع ضعت بالآخر إنه خي اوكي شو عم بيصير ما مرقت فتره وقت الكورونا سكتنا كلنا شوي نطرنا اعطينا انا ما اعطيت مهله لحسان دياب كان برغش كل حياته هيدا اصلا doesn't matter مين اكزاكتلي انه ما عمل يعني ما عمل شيء بيكون هلا عم بيعمل كتاب
صور مع كابشن. كنا he's hiring social media specialists for captions. بلازم يكتب عن هول 97% اللي عملهم بأربعة أشهر. هو من الوحيد كمان اللي he hired a social media campaign. That's only 20 seconds we're gonna talk about Hassan Diab. That's it. That's what he deserves, man. لأنه his political career is based on those 20 seconds وبس. مش معقول. بس شوفت I think في شخص تاني كمان عمل social media campaign أو جاب communications team طويل عليه. The PR team. Yeah, the PR team هو جبران مسيح. بس هيدي أنا جابيل اسمها إذا أنتم ما بدكم تسمعوا الأغاني. مين PR team؟ أنا هلا هلا هو جابيل إيش اسمها. إذا الأغاني ما بدنا نسمعهم هيدي بدي trending trending song. You cannot hire. ما فيك لوك لو إجا الملكوت نزل على الأرض حتى يبيض لك اسمك أو هيدا. No way تشيل هلا هو من راسي أنا ونايم كل يوم. لوك عم غنيها أنا عم بتحمم. مش معقول. So good. أنت عم غسل إيديك. There was actually a timeline. No كرمال تغسل إيديك. بتفتح البراد هلا هي. تكبس ما تقول هلا بيجي بيجي كل شيء. Everything is هلا هو related. الزلمة بيحب البهدلة. The political party تبعه بيحب البهدلة. That doesn't deny the fact إنه هوليك كمان عم نبهدلون. But في عالم بتحب تبهدل حالها أكتر من غيرها. أيمن. That's why we يعني هني السلطة هلا. So definitely we're gonna fight more على مين ماسك الحكم. Definitely. They have the majority. They have the majority وما خلون يشتغلوا. والله. مش معقول. والله راح نفرجيكم مين راح يخلي مش راح يخليكم تشتغلوا. We're gonna harass them. We're gonna make their life miserable. We are. That's our job. ما خلون يشتغلوا وهلا من بعض البلاس ما كانوا عارفين هيدي بتقتلني. لا بس بيعرفوا ما كانوا عارفين شو كان في على البار. ما حدا عارف كان بيعرفوا من من اي سفاره اجت ساندويشه الساندويشه اللي كانت ثوره جنب يكلها. بس ما بيعرفوا انه كان في 2750 طن امونيوم نيتريت. او يو فاكين كل الارجيومنتس اللي هنا عم بيقولوهم كل الارجيومنتس دلاله على هن شو بيعملوا. It's their argument. يعني هن عكسوا شغلهم القديم exactly. والحالي exactly. علينا نحن انه سفرات وقال شو بيدفعوا للإعلام لحتى يحكوا. انا بيدفعوا لي لحتى اطلع احكي. من اذا انا دفعوا لي لحتى اطلع احكي مني رح اطلب 200-300 دولار و 1000 دولار كان شفنا عم سوق فيراري او لامبورغيني لو عم بيدفعوا لي لحتى احكي. انه انا اسعاري غالية برو مني رخيصة. عرفت انه This is it. This it's their only argument. إنه أنتم مش معقول تكونوا عم تطلعوا تحكوا. أنت كنت كوميديا كنت تحكي عن الفنانين. كيف فجأة صرت تحكي هلأ عنا على لأنك مسطول. ما فيني ما أحكي عنك. You are my content. أنا I follow the trend. I follow the content. شو عم بيصير بالسوق؟ أضرب من الفنانية إذا بتفكر فيه. It's worse. A video clip عن. Hey, مش تقدرون أبدا because now those هول العالم اللي عم بيعملوا هيك نوع content. This is content. I'm a content creator. I take what's in the market and I make a parody out of it. That's what we do. They are the parody. وأجان كل الأحزاب including أحزاب 14 أدار لأنه هن كمان كانوا عارفين وكمان كانوا مشاركين بكل هالمعموعة. هن بيعونا من بعد 2005. هن بيعونا. يخيل حتى يقعد سمير جعجع مع ميشيل عون ويسلم على ايده ويجي يقول له ويقصوا جاتو سوا ويقول له انتبه من سهرك. بتذكري هيدا المشكله شو ما يعملنا مشاكل السهر مدري شو هنا عم بيضحكوا سوا مدري شو. طب those people were shooting each other. يعني كسروا لنا they have destroyed the dreams of Lebanon and our parents والدنيا كلها يعني. وهلا تصالحوا فجاه. اوكي وي نيد تو ليف ذا وور بيهايند. بس انه كمان بس نديم سمير جعجع. طب ما فيك تعمل هيك قرار وتندم. في بتقول لا يعني بتقول اتس بوليتكس. طب نو اتس نوت بوليتكس مان. ما بتطلع حدا متحالف مع منظومه ارهابيه ومشي الدوله على ذوقها. ما بتتحالف مع هيك شيء حتى انت تعطي الجرين لايت لحتى زلمه متحالف مع هيك منظومه ارهابيه. لا ما فينا ايدك. ذاتس واي خي كلهم يعني كلهم يعني كلهم كلهم بيجي بيقول لك لا كلهم مش يعني كلهم بلا كلهم يعني كلهم. لوك طلع دافع عن شو حكي خوري بأستراليا. Who gives a fucking shit. 20 minutes. لأنه خوري حكي بأستراليا قالوا كلهم يعني كلهم and do not follow Christian parties especially معها.
المعها لأن الكريستيان بارتيز عم بيستعملوا the Christianity they're using a religion وهذا كمان مش بس لكريستيان بارتيز لكل كل من الشيعة للسنة للموانع لهذا they're using this and I think هذا هو السبب لأن احنا بعد عنا هو الزعمة لأنه for the longest time هيدا الكارت الوحيدة تبعهم معين exactly طائفية exactly أنه في الله وراي أنا إذا ما بتصوت لي في واحد تاني من طائفة تاني حياخد محلي اوعك انتبه existential threat خليني انا let me take care of you guys let me خليني اهتم بطائفتي وما تعطوا لهم that is the only card 100% لأن البوليسيز ما عم بيمشوا خي in the states إذا واحد أخو شرموتا ما قلو عازي بتنطر التوين تبعه بيجيب واحد تاني بس I don't know about Trump بعتقد Trump حيرجع هذه small asterisk بس بتنطر لحديث ما خلص التوين and he comes هيديك لا هيديك if he leaves yeah ما بقى عندنا representation على طاولة الحوار السنية ما بقى حيكون عندنا representation الشيعة خلاص مان it's a matter of time it's a matter of time صاروا كلهم على حفية قبرهم and I'm so happy about it I wish them dead كنا again don't forget that I'm an asshole no 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 you're not an asshole let's face I wish them dead بدي إياهم يموتوا أنا ما رح أقتلهم بس كتير بنبسط وقت يموتوا اي انا بوزع بقليوة رح ضيف بقليوة انا اكبر بارتي وهابي اور عندي بالبيت ورح اصرف كل الاربع دولار الباقيين عندي دولار كل اربع الاف ليرة يلي عندي بالبيت على شو ما قدر اجيب واعزم كل العالم على بقليوة على I think we should join forces اي خلاص they need to die this is not اكيد they need to die يعني هذا يعني زمان بي سي ار تيست قبل هلا اذا بيموتوا بزمن الكورونا بعتقد بدهم وقت شوي speaking of PCR ليه ما لقطوه ليه ما لقطوه للكورونا كيف عملوا ما بعرف I don't know ليه مات الكورونا لما شايفهم اكيد I'm sure انتحر اكيد they don't have corona corona has them من الاخر oh yeah speaking of PCR tests what is this fucking bullshit what do you mean what do I mean the nasal rape اول شيء the nasal rape تاني شيء they are faking the يعني حدا مثلا لا سمح الله بعيد من هون مات سكتة قلبية صار معه شيء بيقولوا كورونا هلا ما عم بيوصل لي نيوز انه عم بيدفعوا للعائلة كرمال ما تقول I don't have proof بس I'm building a case on that انا خبروني قصة لا بس خبروك شيء انا كمان خبروني لا كوزينتي حكيت مع طيب خلي في اذا بتعني معروف جيب الديث سيرتيفيكيت وتشوف خلينا نشوف انه موتة كورونا وشو مزبوط هي الكيس بدي 2-3 من هول الكيس حتى نحكي مع هول العالم ونشوف مزبوط شو عم بيصير وقد عم بدنا نفعلهم لانه من ميله كمان I need other proof انه World Health Organization او the World Bank من اكيد عم يدفعوا على كل كيس كورونا كل ديث او كيس كورونا بلبنان للدولة اللبنانية كرمال الفندنج كرمال تهتم فيهم at the same time عم بياخدوا بالدولار وعم بياخدوا مبلغ باللبناني للعيال لحتى يدفعون ويقولون انه بليز قولوا انه هيدا كورونا I want more evidence on that بس انه I'm more convinced بيني وبين حالي انه this is happening لك شو ببرهن انه الارقام غلط انا لقلي كيف وقفوا الconfinement اذا هالقد في cases اذا كل يوم عنا بين ال 500 بيقولوا لك الحاله الاقتصاديه لازم هول يعيشوا المحلات حطوا الكونفاينمنت بس بيجوا بترقون زبط ايه حطوا الكونفاينمنت واس بعد 5 ايام شيلوا الكونفاينمنت معناتها شو in our case Medea معناتها على ايري in our case we are aware of corona عم ناخذ precautions however ما فينا هلا مش وقت الكورونا لانه بالسيتويشن تبعنا ايكونوميكلي يعني يا بننهار اقتصاديا بنوقف بنموت من الجوع بنوقف نشتغل بتوقف الامبيشن كلها تبعنا يا بناخذ كورونا بعين الاعتبار وبنحجر حالنا كلنا بالبيت فول تايم this cannot happen anymore no. No. اكيد لا this cannot يعني انا I would rather القط كورونا خيي وانتبه واخلص منها والعالم رح تموت I know بس البلد لازم يعني we have to do a country لازم نعمل بلد هيك it's almost as if يعني عم بيجربوا يسببوا هذا الانهيار on purpose أكيد يعني لما العالم تجوع this is the second سياسة point سياسة التجويع exactly the most important بتجوع, pillar that's it they're the most vulnerable يعني خلص صح. صار عندهم يصير عايز زعيمك exactly تجراسك exactly معين. and you're not gonna buy exactly تجراسك you said it in the جديد interview شو يعني تجراسك ما تحشو بيتيزك تج كله سوا so just to go back on the point خي بيفقروا العالم on purpose بعتد لأنه خي انت you said the educated people are the ones اللي عم يكونوا على the front lines وعم بيشاركوا بالموضوع you're absolutely right بس I think نحنا well, I think your platform كمان is an important one لازم نعمل هال education للعالم يعني الدستور اللبناني
مش كل واحد لازم يعرفه, بس لازم يكون في ثقافة سياسية نوعا ما, and we have to do it in very smart ways. نرجع نسقف العالم, نعمل campaign of empowerment. That's منتشرين's job. 100%. That's national bloc's job. اللي حقي مواطنين مواطنات. Exactly. And I'm happy that you're joining forces, لأنه أنا بدي أعرف أكتر عن دستوري, وأنا بدي أعمل video edits تحت تفسر للعالم من شو مبني هيدا الدستور. Exactly. بعرف شوي منه بس ما بعرفه كله, to be honest. نه. ولا أنت ما بعرف, في قصص كمان لازم نعرفها, بركي في قصص لازم نغيرها بالدستور لأنه ده إنه it's obsolete. Exactly. Once you know it, you can it's change it. It's obsolete. يعني دستوره أي متى كتب؟ طائف agreement. لا. واتفاق الطائف والقرف هول كلهم. All of this has to be thrown away بالزبالة تحت 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 مع كل السياسية. في كتير ناس ما بيعرفوا إنه منه موجود بالدستور إنه رئيس الجمهورية مفروض يكون ماروني, ورئيس الحكومة سني, ورئيس المجلس شيعة. هيدا اتفاق. This has to stop. هيدا اتفاق منه بالدستور, منه مكتوب. منه مكتوب. لا. مكتوب. هيدا اتفاق بيناتهم لما خلق. مش الطائف هيدا. قبل. لا. من قبل لما اجا أول رئيس جمهورية لما كان لو غران ليبان من 100 سنة, لما كان إميل إدي. من وقت اتفقوا إنه ماروني شيعة سنة. وبعدين طائف خربوها. خربوها, قسموا البلد, مش بس بالطائفية, بالمناطق. ما هيك عملوا. Ils ont divisé pour mieux régner. Divide and conquer. Sanzo. وزبطت معهم. I have a question to ask you. شو رأيكم بالفيدرالية؟ أنا بفكر إنه لبنان تكسر العقربة و going to فيدرالية وكل واحد يعيش ببلد is completely absurd. بس مش ما تاخد معنى الفيدرالية كمعنى فيدرالية. خدها ك مثل الإمارات. يا أخي بس ما الإمارات شيء ولبنان شيء تاني. لبنان بلد صغير, وإذا ما فينا نحن نتعاون بين بعض بهيك small area then ما لازم يكون بلد. I think it's escapist. طبعا كيف بدك تشيل سلاح حزب الله؟ خي مش سلاح حزب الله, أنا من الجنوب. This is the problem. عندك two armies basically. You know what I mean? And I agree with you. سلاح الحزب. And you have infiltrations. عندك infiltration وعندك بعتقد جهازات أمنية وعندك مخابرات. Exactly. وبعتقد أكبر خزين يعني الحزب is كمان من الجيش. عندك كتير عالم منتمين للحزب عم يخدمه. بس الجواب منه فيدرالية. وأنا بوافق إنه في مشكلة كبيرة مع سلاح الحزب, بس أنا يعني بي جاي من الجنوب وأمي من طرابلس. I kind of know mentality المقاومة و rightfully so. أنا لما كنت عم بنزل على الشارع كنت شوف عالم من الجنوب عم بيتظاهروا, وحسين العاشي قال لي هذا الشيء و it's perfectly it makes perfect sense. الزلمة اللي بينزل معك على الشارع 99% معك من ناحية ال reforms والتغييرات اللي لازم بتصير بالبلد, بس قصة سلاح المقاومة اوكي شيء مقدس له. ليه؟ لانه زلمه بيكون عنده شهيد بالعائله, زلمه بيكون عنده تراما, بيكونوا حاطينه مدرسته الاسرائيليه وهو صغير وخلوه ينام ليلتين ثلاثه. عندك تراما very real, و the only resistance هي كانت سلاح المقاومه, وهذا شيء يعني هذا شيء ما لازم ننكره. بس انا بعتقد اللي عم بيصير هلا بس ما نكرناه. يعني انا exactly. وانا ولا مره حكيت عن الشهداء, ولا مره حكيت عن يعني بفهم الافيليشن. صار في ايه بس صار في ناريتيف هلا انه سلاح المقاومه شيء وحزب الله شيء ثاني. يعني الحزب فاته بالسياسه, they fucked everything. يعني بس حزب صاروا ريجنال الشباب. ايه يعني اكسبانشن اخت مانيوك عم بيعملوا حروب, نحن ما خصنا فيهم. ما خصنا فيها. ماي بوينت از اوكي على راسي وعيني الشهداء, بس يا خي ما طلبت منك كثير شهيد. ما طلبت منك أنا تصير شهيد. أنا ما بدي هيك تموت كلبنان. عم بحكي كدولة لبنانية بتمثلني وبتمثلك وبتمثلك. ما طلبت منك تموت. الحجة البرين ووش اللي عم بحطوهن إنه كانوا فاتوا داعش اختصبوا لنا أمي وبي. يا خي الجيش اللبناني مسؤول عن هيدي الشغلة. الجيش اللبناني لازم ترجع تعطيه شرعيته. أعطيه شرعية قوية بيقوى بيصير هيدا. أكيد حزب الله وقفوا بوجهن, اكيد اكيد. ما بننكر هيدا الشيء, بس مش هيدا البرين ووش, هيدا اللي ما بحبه. نعم. بس ولي يعني حزب الله بتذكر 2006 وقت ضربوا صاروا كلهم بالمناطق هون بالاشرفيه وبال يعني اجوا صار يعني فتحنا بيوتنا كرمالهم لانه قضيه انه عم تقصف اسرائيل. اهلا وسهلا.
وبليز روحوا كسرون ويطلع حسن نصر الله انظروا على البارجة هيدا واو برو انه اوكي بس باك ذان ات واز ا ديفرنت كونتكست. هلا شو عملت؟ شو عملت؟ يمن وعراق وتركيا وسوريا وسوريا ومليون شغله وايران ومدري شو. طيب ما هن بيقولوا انه شرعيتهم هي لايران. طيب روح افتح فرع بايران وعمل سنترلايزيشن بايران واوبريت من ايران. ما في شيء لبناني عم بيقولوه هن، بيعتبروا انه هيدا شيء لبناني. هيدا شيء منه لبناني، منه لبناني. حاطين صور شو اسمه الشهيد شهيد سليماني سليماني وبكي لما حكي عنه على التلفزيون. ايه حطوا له صورته. طب يا خيي اوكي ليه هون؟ طب انا ما بعرفه. انا ميت هيدا شو اسمه البلاك بانثر تبع مارفل. انا بدي احط له صوره شادوك بوزمان. ايه بدي احط له صوره على طريق الدوره. يا خيي طب اتس ايرليفنت انه انا بحبه للزلمه وهي ذا رول موديل لإلي. بس انه مش سليماني شادوك بوزمان. ايه لا بس انه ما بننكر انه اوكي غلط كيف واحد يموت وما منريد الموت لحدا شو هذا هن شو هذا. بس هيدا مش حربه إلي انا. ما تدخلني بشيء ما بدي اياه. مش غص من عني بدك تجي تقول لي نحن المقاومه وبدنا ندافع عنك. مش طالب منك تدافع عني. خلي يفوتوا خي انا بدبر حالي. خلي اللي بده يفوت يفوت انا بدبر حالي. سيريسلي انا معك. سو يعني اوكي سلاح حزب الله على راسي وعيني بس منه ولاقه للبنان. ما لازم يبرم ضد الشعب وهذا وما فوالا اللي عم نشوفه خيا انه في عناصر من احزاب معينه من حركه امر ومن الحزب عم بينزلوا وعم بكسروا تنس. اليوم على فكره كان في بيان طلعوه كوليشن كل المجموعات اللي انت كنت عم تحكي فيها مجموعات الثوره for the first time ever صار في consolidation. قبل بكم ساعه ايه نزلوا كسروا كل شيء. نزلوا مع عليم والحسين وعليم بس الحسين will never approve of this. I know. أكيد أنا لا. خي المشكلة شو حسين is pure. It's religious. يعني أنا بعصب كتير مع أنا كشخص شيعي. هلا أنا سوشي أمي سنية بي شيعي وستة مسيحية كمان سو عندي توحد اللبناني. بتأير معي لما بينزلوا بيقولوا شيعة. خي هلا هي اتس فيري كاتشي شيعة حلوه فانتاستيك بتركب بيت عليها. بس خي ما بدي اياهم يرسموا او يغزوا صوره الشيعة تو بينت ات ان سوتش ان اغلي واي. خي يو كان بي شيعة يو كان بي شيعة. هلا انا ام نوت ذات شيعة ثينكر وما يعني ام نوت ذات ريليجيوس من الاخر بس unfortunately هيدي البورتريه اللي عم بيرسموها عند الشيعة عم بتوسخ صورتنا left right and center. نحن مع الانترناشنال كوميونيتي شيعة retroactively او مع الحزب او مع الحركة و you're guilty until proven innocent. بس انا اللي عم شوفه especially من بعد الانفجار especially بلشت بالثورة لحديت هلا العالم اللي منهم شيعة بلشوا يفهموا انه خي يفهموا اكتر. في عالم كانوا فهمانينا قبل مثل حضرتي ما بعرف ليه لانه بركي سالت كم سؤال. The people are not curious to understand what's going on and they're blinded by they're not educated man. They're not educated or not curious to ask a couple of questions you know. انه anyway كثير philosophical بس انه خلينا شافوا انه في شريحه الاكبر من الشيعة منهم لحقين بقى ولا هيدا ولا هيدا الثنائي الشيعي وعم بيكمعون ومش عم بيخلون كم واحد ينزلوا على المظاهرات ومش عم بيخلون وعم بيفوتوا على بيوتهم وعم بيهددون وعم في هيك موجوده هيدي الشغله. بس قديش فيهم يضبطوها هيدي بعد. فيني اعطيك مثل ايه؟ نحن بالبيس كامب عم نوزع فود بوكسز ايه؟ اوكي للمناطق يلي دمروا ويلي ضروا من وراء الانفجار. اوكي حكينا كتير بمنخايل بالجميزه بالكارنتينا بجعيتاوي بالنبعه برش حمود شوي خندق الغميق. خندق الغميق يلي اليوم إذا بتسمع إجوا شباب خندق كل الناس بتخاف لأنه هجموا على الرينج. ما حدا لكشهم ما حدا طلع فيهم عم نبعت فود بوكسز لخندق والله بيعرف قديش صعب واحد يفوت على خندق. So let me rephrase that. أنت من جماعة الرينج إيه وأنا ومعين يعني we mostly كنا نشوف بعض على الرينج مزبوط most of the time
نحن كنا على الرينج most of the time وقتها يجوا شبيبة الخندق مزبوط ونعلق معهم صح؟ مزبوط نفس الأشخاص يلي كانوا يجمع عليهم عم بيبعتوا لهم أكل لا. ومساعدات على بيوتهم مزبوط كيف كان الاستقبال؟ كانوا كتير مبسوطين لأنه ما حدا نكشهم كتير مبسوطين صعبة لقلنا كنا نفوت لأنه في رفيقتي نور هي بلشت من قبل الكونفينمنت عم بتوزع لا تقدر تفوت على خندق غامي أخذت معها كتير وقت لتقدر توصل وتوصل لعندهم وهلأ عم نبعت كل يوم 50 علبة 60 علبة لخندق لأنه بيوتهم راحوا ودجا بيوتهم ما كانوا واو وما حدا عم بيهتم فيهم بس أنا أنت رأيك مثلا بيرجعوا بينزلوا على الخبيط أنا بيرجعوا بينزلوا على القمع حلمي من ما يصوتوا لهم ديجا ما يصوتوا لهم لا بس وقت ينزلوا حرقوا التانس وما بعرف مين نزل بس أنه probably بيتين ثلاثة من الخندق بركة بيتين ثلاثة من الضاحية I don't know بس أنه still يعني maybe it's a question mark بركة صارت هيدي الشغلة هلا it's a great thing it's lovely بس بركة ما فهمه لك ما أعرف إذا ما فهمه أو إذا استوعب الفكرة completely بس الشغلة اللي عملتها ميديا مع الفود بوكسز ونور وهنا وكل هولي فرجون إنه خي مش ضروري تخافوا بقى من الآخر هني حرام دي بنفاد هيدي الناريتيف إنه لا وهولي حشيشين هولي سكرجي ما أنت بتعرف بس I'm asking myself questions no, they are deep down good people okay, man, بس they are so brainwashed they're so part of the system they can't see beyond it خي. And the fact إنه فتنا على الخندق تنعطي مساعدات is a great you kill them with kindness step. Wow, you kill them with kindness wow. بتفرجيهم إنه لا في عالم منيحة ومش نحن مش سكرجي ونحن مش حشاشين مع إنه في كتير سكرجي وحشاشين أنا love those people بس يعني خلقنا هذه الصورة اللي هن كانوا عم بيرسموها عنا and we killed them with kindness وفرجيناهم إنه لا نحن فينا نسامح ليش ما منعزم شبيبة الخندق الغميق على ساحة الشهداء على discussion ليك الأشخاص اللي بدهم يجوا على هذه الدسكشن اللي بدهم يكونوا جزء من طاولة الحوار بيكمعون يعني ما بيخلون ما. أنت بتعرف إنه أول أشخاص اللي نزلوا بس do your part بتعمل دعوة تعمل invitation ما هي كل دعوة بأول الثورة كل exactly كل دعوة شو بيك كل دعوة خي اللي بتنزل للثوار ما بنستثنى حدا ما بنميز من حدا ما نقول أوكي جماعة الأشرفية بليز نزلوا جماعة الخندق لا هيدي الدعوة مفتوحة للكل أكيد أكيد ينزل أكيد ينزل. وإذا يعني بحس إذا بتقلهم exactly إنه أنتوا please تعوا مش منا ضرورية بس قصة القمع غايد أول أشخاص اللي نزلوا على الثورة هن كانوا شيعة الحزام البؤس they were the poor that عن جد ما بقى عندهم خي عم بيعيشوا ببيئة غير قابلة للحياة أكيد. وكمعون ونيكو حريم وهددون من ناحية رفقاتهم من أهلهم خي وصلوا لدرجة وهدي بقولها لأنه سمعتها وحكيت مع شخص صارت فيه شخص كان مصير بده ينزل على الثورة كل الوقت وبده خي to revolt against المنظومة راحوا لعنده قالوا له عندك شخص انت بهذه المستشفى اذا ما اذا بضلك عم تنزل على الساحة ما حنقدر نعالجه what this is fucking crazy عم بقول لك مان حاطين ضغط عليهم ما فيوزوا عم بيشتغلوا كتير مان بقول لا بس عم بيخسروا كتير من شرعيتهم هول الاحزاب اكيد مان اكيد I can't wait to see هلا تمام نغير كتير حديث لا غير Just to conclude the Shia question mark. أنت شيعي قاعد قدامي obviously مع الثورة. It's like the يعني live example على إنه what the fuck is wrong with you. دائما بيخدوها a titre personnel. بيخدوها personally إذا نحن عم نتهجم على الأحزاب يلي عم نتهجم نحن على كل الأحزاب يلي هو حزب الله وأمل والقوات والاشتراكية وحريرة والعونية هولي شو بعرف مين هولي كارثة اجتماعية هولي مش معقول I cannot فيني احكي مع الكل وإله شرف المقاوم تبع حزب الله
عنده شرف، عنده هو مثل ما انت قلت دي عنده عقيدة ماشي عليها واضحة. وحسن نصر الله عنده كاريزما رائع و he's a great spokesperson، بس انه regardless شو عم بيقول، عم بحكي انا كمنظومة وكتنظيم وكليدرشيب واو منه عرفت. بس العونية يعني عم تحكي عن الكاريزما، sorry small thing، شفت انه the definition of charisma is the ability to influence people without logic. هيدي ال definition of charisma، هيدي بعتد is it without logic، without logic based wow. on true true yeah that's chi على chakra على مدري شو، بس انه is the ability to convince you without on logic. something that oh yeah بس I never thought about it that way. اه ولاية الفقيه it's fantastic. هيداك الختيار النحس مثل ما عم نسميه، ما بعرف مين هو، ما بتعرف مين هو، هذا يلي نايم كل الوقت، ما عنده كاريزما بقى. كان عنده بركب من 30 سنة اوكي لما خرب لبنان اول مرة من 30 سنة، ورجع خرب لبنان تاني مرة وتالت مرة ورابع مرة، هذا العقد القوي. ما عنده كاريزما. شفتوه على التلفزيون لما حكي اليوم ب 30 اب، شفتوه على التلفزيون؟ لا مش كنا عم نعمل السردة. لا قبل انا شفته، انت شفته عم بتطلع عليه على التلفزيون عم بقول مش مسموح. كاسبر ما بقى كاسبر مع حفاظات، رح نخلص بالمخفر. بس باي ذا واي انسايد انفو، بتعرفي انه ليش بيحط كبايه مي حده؟ ليه؟ تيحط الوجبه فيها. Sorry, I had to do this. Thank you. Yeah, man. It's like it's floating. بتصير تبرميها هيك وبتصير تلف. ممنوع نسبه. لا مش عم نسب، عم نحكي خبرية. ايه. Just information. ما انا مسبي just information. I think this information is much هيك أحلى مليون مرة من من whatever خطاب. ايه whatever. هيك حلوة. ايه. So نحنا مع الشيعة. Like please like don't fucking misunderstanding please، مش عم نحكي ضد سنة شيعة ضد كذا، please دخيل اجريكم guys. تعرف ليك، تعرف المشكلة شو؟ انه هو الاحزاب التقليدية، عم بحكي my experience as a Shia or at least بي عنده. Were you dragged into that in by the way in the خلطة ليك؟ ايه and as at a certain point يعني did you believe in it before you changed your mind؟ no ليك انا قصة الاسره she knows I don't know. لا هي actually ما بتعرف قصة الريليجن. انا وصغير يعني اهلي فتحوا الابواب، اخذوني على mosques، اخذوني على كنايس، وقالوا ليك انت معين نقي if you want to go that way. They've always been very lenient. They believe in the good of the person. بلا religion بلا شيء. بس اللي عم بقوله عن الشيعة، انا ما بعمل حالي الشيعة scholar. I'm nothing يعني. I'm nobody. المشكلة شو؟ انه اذا واحد شيعي او كمان ما بعرف اذا واحد سني بيطلع عن طيفته ببلش يحكي الناراتيف اللي ما ضد الناراتيف اللي بتنحكى من ناحية الطايفة، بياخدوها كتير غلط. يعني بيعتبرونا كمونوليث، انه ممنوع انت اذا شيعي تحكي عن المقاومة، مش عن المقاومة، عن انه تكون مع الثورة. لا كل الشيعة لازم يحكوا بطريقة معينة. يعني بيفكرونا مثل السود بأمريكا، they thought انه كل السود حيصوتوا لأوباما. لا that's not the case. We're not a monolith. نحن كشيعة we can do whatever we want. عندنا كذا طريقة تفكير معينة and that's okay. وهذا الشيء كمان بيطبق مع السنة مع الكريستيانز، انه it's let's stop thinking about people ka blocks. Let's think start thinking about them ka individuals. ka شخص عنده حرية تعبير وعنده طريقة تفكير معينة و it's okay to be different. But I've seen the change and I'm happy about it. I really am. يعني عم شوف حتى بالكومنتس عندي on a small scale قول في كتير شيعة عم بينضموا للفكر يلي نحن عم نحكي فيه، يلي هو فكرهم كمان deep down. أكيد. ونحن مش عم نتهجم عليهم بالشخصي، والله يرحم الشهداء، لأنه دايما هي بترجع لقصة الشهداء وفي شهداء طب أوكي على راسي وعيني، time to move on. Move on. Sorry تهيدي قبل بطلت معركتنا، ما كانت بس أنه let's say كانت بطلت معركتنا. نحن بدنا لبنان، بدنا نعمل مصاري، بدنا نعيش، بدنا نكون لبنانيين نعيش بكرامة وبس. في basic needs مانا موجودة. أكيد لا. basic needs كهربا. basic it's not worth even mentioning. تمشي بأمان على الطريق
إذا نزلتي هلا أنت وين ما كان تمشيتي 200 متر بدك تطلعي وراك كل نص ثانية، لأنه في عندك هراسرز يمين شمال، ما حدا فيك توسق بالدرك، فيك توسق بالدرك، عم بيقوسوا على مظهرين. هلا شفنا الفيديو قواس ما قواس بيبرموا السيارة وبيفلوا ايه، والدرك بيتحشروا بالنسوان وشاطرين فولا ايه. أنا كل الوقت بتصير معي حلو ايه. مرة في واحد سوفر لي وقال لي لقيتك كتير مهضومة بديك واصلك محل دركة لابس يونيفورم مش النوم بي مرم خايل هلا بهول لا لا نوم هون هون تحت بيتي. يعني لازم نكون بس لبنانية، بس إذا فينا نكون لبنانية هيدا يعني حط الوطن عن طب بس yeah. وهيدا العلم بس. أنا ما بقى فيه يشوف علم فلين أو صورة فلين أو خلاص. هلأ نزلين كاونتر كامبين التليتوبيز نزلين قال كرمال الحق لك كسخت الحق يا مان اي حق برو. نازلين كاونتر كامبين وحياتك تذكري شو عم بقلك هلا. هلا بركي يطلع البودكاست بعد ما ينزلوا ايه، بس ريجاردلس they're gonna hire بسات من عالم من جنسيات مختلفه كرمال ينزلوا يعبوا كراود، يطلعوا درون من ورا من فوق يصوروا شوي هيك ياخذوا شطات انه ما في فضاوه وراهن. they do not have شعبية بقى. عملوها لما صار في مظاهرة بعبدة. ايه بتتذكري نهار بعبدة الولد الصغير يعني سألوا شو عم يعمل هون، تتذكري بهيدا النهار وما كان في تنسيق وتنظيم لإله تبهي فوق كان في تنظيم وتنسيق فوق، بس تتذكري ساحة الشهداء بنفس النهار كيف كلنا نزلنا وقتها. انت كنت الامسي وقتها انا اي هوستد على الفلاشات كان في مينيموم شي 300,000. انا كنت عم علي تليفوني معك لوك احلى هيولي احلى دقيقتين من حياتي، لانه العالم نازلين من يكي عليهم نازلين لانه اوكي طلعتوا على عبده اوكي ما there wasn't a call for that، ما حدا قال نزلوا. This is what's beautiful. قدي مبسوط أنا هلأ وقدي زعلان بنفس الوقت، لأنه برجع كمان أنه وينون رح قلك وينون. part of them خيفانين يخسروا شغلون أكيد ما I understand fully. أنا إذا كنت موظف وقال لي الباص تبعي إذا مش عاجبك فل يعني هلأ ما في you don't have the luxury of choice. I don't have the luxury أنه فل، بس الباص تبعي السئيل لازم هو ينزل معي ويقول لي work from home ومنسكر الشركة اليوم. فينا ما نسكر الشركة وتور فروم هوم مشكلة ايه، لا مش كل الوقت يعني ايه؟ ننزل اليوم كلنا ننزل ايه، بس انه في كوز الاول فولا في كوز معينة. فانا اما بيت ديسابوينتد انه اوكي في احزاب عم بتحرك وعم بتنزل العالم تبعها وكل شيء، بس وي نيفر ديبندنت اون ذات وي نيفر ديد. دائما نحن كنا ننزل ودائما دائما الشعبية تبعها بعدنا لهلا كبرت وعم تكبر. بات اف اي واز ايبل اقطش فاكيشن خيرية whatever يا جمعة زمان، اقطع تيكت ادفع ادفع برايس تشينج تيكت وكنسل اوتيلات وادفع هالمصريات اللي ما سألت عنهم كرمال احد الصبح كون بالثورة من بعد 17 تشرين. يعني 17 انت هيك عملت تشرين that's what I did. 17 تشرين كانت Wednesday or Tuesday خميس Friday Saturday ما قدرت انزل Sunday. كنت انا طيارتي الثلاثة نزلت Sunday. في عالم يقولوا لي اوكي روح العب، لا انا بدي يكون الاحد. one person makes a difference. طب هلا رح ينتقدونا على هيدي الشغله، بس I really do believe in that. في كتير مختربين، مش عم بطلب انه 10 ملايين مختربين يرجعوا، بس اذا اجى 100,000 200,000 حطينا ضغط على الشارع لوكي خيي سمبل ماث نكون 5,000 واحد على الرينج حدا بيقرب يضربنا ايه انا كمان بنكون 200 واحد على الرينج طططط بناكل خبيط وخبيط خبيط، بس عشو الخبيط بفهم مكافحه الشغب انه شبقه شيلد عصا على الاجر، بس عصا على العين وعلى الوجه وضرب بوحشيه ذا فك از ذس ورصاص حي هولي بالتسكير الطرقات ورصاص حي از on another level man. وبعدني لهلا مقيرة معي انا لانه مني عم بستوعب كيف ما حدا من هول اخوات الشرموطة المنظمات العالمية ما تحرك شو بكون وقير خي عم بقوصوا علينا رصاص حي وينكن human right watch عملوا فيديو شفتها
أخو مانيوك الفيديو شو من كيف نصرفوا الفيديو من بعرف بعرف بس أنا... عملوا فيديو ليبرهن إنه كانوا عم بيقوصوا. طب أوكي جريت بس إنه وبعدين ما بعرف أنا شو عم كان عندي هالأرجيومنت مع شاب صاحبي هو جزء من المخربين المجتمعين وعم بيقول لي إنه these kinds of videos تاخذهم بتروح عند مثلا كونغرس بأمريكا بتفرجيهم هول الهيومن رايتس فايوليشنز ومن كونغرس بينتقلوا على ذا سنت اند ذن بتصير ضر الجيب السياسيين عم تقول اوكي هول مصرياتكم عم تستعملون كرمال تمولوا الجيش كرمال يقوصوا على انارم سيتيزنز سو جست ا ماتر اوف تايم اي ثينك ايه خي انه بتضغط على جيبهم لانه هول العالم جبران بسير او اذروايز بس دي اوريدي ديد بالسانكشنز تبعهم بس وكيف الشيت ابوت يعني بعد اكتر ذي فريزنج ذير اسيتس وليك هول العالم الزعماء ما عندهم كرامه خي بد يو جبران بسيرز ماذر سبوها اكروس 6 كونتيننتس ايه وما عمل شيء بعده هو شايف حاله عم بيعمل خطابات وابنه عم يبكي whatever اذا هيدي الفيديو Do you really want to talk about that بس يعني we'll get to it we'll get to it اكيد بس اللي عم جرب اقوله هو ما عنده الكرامه سو ماشي حيهزهم الا اذا بتضر جيبهم and this is what's happening لما بتسكر الحنفيه ساعات بعدين بتسكر الحنفيه معين وبعدين عم تتسكر man it's not complete هلا they're freezing their assets اول شيء كانوا عم يهربوا مصرياتهم بس هلا they are attacking them where it hurts وعشان هيك maybe this is the turning point it makes them at their weakest ما بقى فيهم يدفعوا لعناصرهم ما بقى فيه يكون عندهم كنترول بقى and this is when حتفلت man that's my opinion it's a matter of a year or six months I have no fucking idea. Who knows, I hope man. I hope it's a matter of a year or six months or whatever. And I bet 2021 hopefully حتكون أحسن من 2020. لا مش معقول. لول لول لول. كنت عم تحكي عن Human Right Watch مزبوط إنه عملوا هيدا الفيديو وشو فينا نعمل بهالفيديو. بتعرف إنه بفرنسا طلع عدة مقالات عم بيخبروا إنه عم مش عم يتمسخروا بس إنه عم بيحكوا عن ماكرون وإجا وهيك بس إنه السلاح وهول الغاز. من وين جايين؟ إنه عم بيقولوا له ماكرون إنه أنت جاي تخلص لبنان بس مين بيع؟ مين بيع للدولة؟ France. It was France. شو يا ماكرون شدينا فيك يا زلمة؟ شدينا تجي تنتدبنا يا مانياك. جاي تشوف البترول توتال خلينا نشوف شو عم يصير. شو بدك خي خبرنا شوية. أنا ما رح أحكي فرنسوي خلاص بس إنه مش فينا نرجع على الموضوع تبع. لبتي بسيط كويكلي لانه هي دازنت ديزيرف اتنشن لا بس انه ات واز سو فاني ات واز فاني ات ستوبيد ما بعرف ليش انا اي ديد نوت بوست اني ثينج اباوت ذا كيد لانه اتس ايرليفنت كونتنت بالانفجار يلي صار اكيد وي اي دونت كير اباوت جبران باسيل كيد عمره ما يرجع مان وبعدين انه اوكي بولينج اوكي ميبي ات واز بولينج بس خي جبران باسيل سكر الكومنتس عنده ويعني نو وان كان كومنت اون هيز بلاتفورم وبيو غلطه بيو غلطة كبيرة ابنه مش رح يخلق مش غلطة ما تبقى حدا إلي ما خصه لأنه the way he was talking and again I'm an asshole he was arrogant وفي فيديو تاني انتشر أقل من بعده أنه you شو عم بيحكي you mean people نسيت شو كان عم بيقول بس أنه كان مع هيدا الاتيتيود أنا بعمره كنت عم بشوف كيف بدي سيب طابة الفوتبول بالجول أو كيف بدي أبركو عم بعمل بيسيكلات أنا كنت بعمره أوكي different times ما كان في سوشيال ميديا بس أنه fuck I'm so happy كنت بهيدا الترانزيشن تبع سوشيال ميديا فيز حتى نعرف أنه أوكي we've lived the world without social media that is now honestly against مصلحتي بس destroying people كسوشيال ميديا but that's another podcast بس أنه honestly this guy is spoiled مغنج و yes he was bullied bullying is wrong 100% especially if it's a minor بس especially if it's minor but please don't fucking talk about it I don't waste my time هلا بهالفترة بالفترة اللي بجي نص بيروت انتو عطلينين هم انه you bullied a kid روح نضربه خي I don't care هلا ليك هو لأنه ولد كمان بركي he was manipulated by the communications team تبعين تاري يماش ست الشركة اللي أخذوها I agree with what معين is about to say the guy was probably manipulated by the communications team تبعي جبران باسيل اللي أكيد ما لعازي وعم يستعملوا ك يعني جربوا يستعملوا ك point فابل أنه حرام وليك وكيف وجبران باسيل is actually a human being he has a family عنده أولاد وكذا كذا كذا أنا بصراحة this level of bullying إخر همي ومثل ما كنت عم تقول غايد 100% thank you it's no one cares الزلمة كان عم بيحكي who's manipulated moving on
fuck this shit. Bro, كاركتيره كاركتيره هلا أقوى من كاركتيري هلا. So نيكونا please. إنه معلش sorry. كاركتيره فايت بالعرض الزلمة. بس هلا تذكر البولينج. سألوا عشت شهور بيسبوا له ستو. هلا من بعد. هلا بولينج خيّة. حل عني. دخيل إجريك. مهم. 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 شو المهم؟ لا ما شاء الله. بقول حاصله أوقات. إيه حاصله. حاصله. It's an ugly word. It's not Shia enough. It's not Shia enough. Shia. Shia. حاسة الشياك بس كما بدي خبركم شغلي. رفيقنا يلي انصاب بالانفجار تذكر شو قال من بعده؟ إجا هو فرنساوي عايش بلبنان وبيموت بلبنان راح بيته. واللاندلور تبعه قال له ما رح زبط البيت هلا عم بيفتش على بيت جديد فرنساوي بيقدر يرجع على بلده رح يبقى رح يبقى لأنه بيحب لبنان وعم يمزح هديك مرة لأنه عم تقول شيعة شيعة طلع فينا هيك قال يلي خلصوني شيعة مارونية والبنت يلي جابته درزية لك ايه ايه من ايه قال أكيد طلع فينا قال هيدا لبنان هيدا لبنان شو حلو شو قال ميديا نحن عم نجرب هلأ نعمل بلد هيك لايك مدني بطريقة انه انا ما بدي اسأل من وين انت هيدي بخلاصة الموضوع عم نعمل بلد ما نوصل لمرحلة نسأل كارن من وين من وين that's the, if we reach that point of من وين من اي ضيعة بس فوق على الطلعة او لانا بتعرفي تفرق من ضيعة لضيعة ايه If we reach that point of enlightenment, we have succeeded as a Thawra. مثل ما عم تقول ثورة فكرية خي و for the first time ever العالم صارت تحكي سياسي. أنا I have a theory to help مع هذه الثورة الفكرية. نحن إذا we start investing مع public transportation, شو بيصير؟ بيصير هذا الشخص من عكار بلش يروح على بيروت تيشتغل بيصير في human agency بيصير في kind of an exchange of thoughts بيصير هذا منه الآخر بيصير شخص من مجتمعنا عم يشتغل معنا عم نشوفه كل يوم so بيسقط هذا الزينوفوبيا اللي احنا عنا إيه and we actually develop as a society بس المشكلة شو انه you have طرابلس فقيرة مثل ما هي يعني the entire fucking area فقيرة بس في غنى بطرابلس رهيب أشخاص بس you don't have مناطق the whole fucking city is fucked you know so to add on your point وهذه بركي شوية تقدمية الفكرة بس I think it's there's nothing wrong with fucking dreaming صراحة إذا we invest in public transport تبعنا عن جد بيصير في تغيير فكري not just إنه doesn't increase ال economy تبعت لبنان بس كمان you stop Being education. Scared and you educate. Education, education. Education, education, education. أكيد. وبتعرف شو عملوا طرابلسية على البيس كامب؟ شو عملوا؟ إجوا طبخوا. ده 500 شخص. I'm in love with طرابلس. أنا كمان. I'm in love, in love. وبلا طرابلس ما كان في ثورة. أكيد. سيرا كابيتال دولا ثورة. من الآخر. هي 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 عملت كل شيء. هي عاصمة الثورة. ما معقول. إجوا وقالوا إنه قديه هنا عم بيتعذبوا وكمان ينزل على بيروت كمان كل مرة اجوا ليساعدوا بيروت بيلي صار وطبخوا ل 500 شخص بطرابلسية بعقده بجننوا بعقده ما رح غيرنوا ما رح انو النفوس يرجع اصلا الشمال كلها حلوة كلها كله حلو لبنان مان كله حلو لبنان بس عشان هيك انا كتير بزعل لما بيقولوا اللبنانية كس اخت لبنان مش لبنان كس اخته ولا الشعب كس اخته كس اخت النظام هو خربنا لأنه البلد بجنين ويلي شفناه مزبوط نص البلد نص الشعب مثل ما كنت عم تقول بالأول أنه بركي ما يلوه عازي بس النظام خليه هو اللي خليهون يكونوا ما يلوه عازي يلا يكونوا هيك اليوم شيل النظام وعطيه مجال لأنه للشعب بس سوري يرجع this doesn't deny the fact إذا قلت أنه نص الشعب ما يلوه عازي وإيه كلام قاسي لأنه أكيد ما يلوه عازي بس it doesn't deny the fact أنه هذا الشخص بالحياة يلوه عازي معينة فينا نحكي معه exactly. وفينا نقول له انه بونجور شو قولك بهيدا البروجرام ايه انا معك ايه؟ انا ما فيني شارعك عن بدهم ريزلتس مثل ما كنت عم تقول غايد بدهم ايه؟ في عالم خطة. كسروا خزقوا الاوراق الاحزاب تبعهم وقالوا خلص خي انا وعندي عالم اصحابي يعني انه عونيه وقوات وكذا they just dropped it they left they like fuck this no كتير way هيك مان في كتير
كتير هيك. إذا ميا خليفة شفت شو عملت؟ رجع دقت باي ذا واي صليب القوات رجع دقته. تاتو. باي ذا واي ريسبكت. فظيعة. بيج ريسبكت. شيز فانتاستيك المخلوقة. شو هاي مان؟ فظيعة. قد ايه انتقدوها هون؟ ايه مان. بالعالم العربي كمان. بالعالم العربي كله. وقد ايه انه مين هيدي وكذا كذا كذا. سميلي سميلي. One politician حط دولار أو ليرة تحت يدعم يلي صار من بعد الانفجار. نعم. انت سميلي سميلي بس واحد. ولا ما حدا عمل contribution المصاري سرقوهن منا كرمال يزبطوا بيت أو يطعموا بيت. نو جربوا يشترون. أو عائلة. بعدين من بعدها بثلاث جماعة أربعة جماعة وأتحسوا إنه في بيس كامب في نيشن ستيشن في أوفر جوا في ريد كروس في طب إنه لا لازم نفوت we need to ride the wave. So they started. هلا عم بتشوفهم تبع القوات. قد ايه جمعت ميا خليفة؟ 100,000 دولار للعب. 250,000 دولار. 400,000 دولار. 400,000. واو. She was selling her trademark glasses. وكاميوز. Approximately 400. انت ليك غايد. Wow. Tell me which is more absurd. Okay, رح اقولها بالانجليزي كرمال هي تسمع. Mia, we love you very much. Yeah, yes, we love her. Which is more absurd? A government shooting at unarmed citizens protesting for a bomb that went off and decimated half the city's capital, or an ex-adult film actress raising money by selling her famous glasses that she used in those very adult films to raise more than $500,000 for the Lebanese Red Cross and for other. Exactly. Which is more absurd? The fucking government shooting at unarmed exactly. citizens. We're living in an absurd time. Mia Khalifa, شخص نكروها شخص عزلوها شخص زلوها. She is one of the biggest contributors to rebuild. She's one of the main pillars. يخي let's compare. Most of the artists يلي the superstars, celebrities يلي بيحنوا عن لبنان على لبنان جورج كلوني. مادونا. مادونا يلي عملت جنون مع إمباكت لبنان. مالد مونتال طيب بس في عالم كمان that completely disregarded and also rode the wave and I really want to like quickly mention that شاكيرا ماشي ما عملت شيء شاكيرا لبست التيشيرت شاكيرا you are an asshole you came and performed in مهرجانات الأرز they paid you millions of dollars you have Lebanese roots and you haven't talked about Lebanon in one single fucking story You're disgusting. You're disgusting. It's unacceptable. And when Zuhair Mrad did the initiative of Rise Above the Ashes, you decided a month later to wear the t-shirt to fucking ride the wave. Well, thank you, but not thank you, but no thank you for your support. You don't have to wait for Zuhair Mrad to do an initiative of Rise Above the Ashes t-shirt لحتى تفوت. No, bro. One fucking story. We are with you. Let the world know. Talk about Lebanon. Talk about Lebanon. Every day. Every day remember that fuck the government and fuck everyone supporting the government. Maybe me. Bus. I think that's a good way to end the podcast. About it. You think? I think it's nice conclusion. Okay. With Shakira in it. بدي أشكرك. With Shakira. My hips don't lie. Like, Ghayd, thanks so much for coming, man. عن جد. Thank you, man. Thank you, guys. It's been very deep. It's been deep. It's been shallow. It's been, everything in between. Ghayd, أنت عندك شيء عم تشتغل عليه بدك العالم تعرف فيه. أكيد البلاتفورم تبعيتها مش the size of yours, بس. No, man. No. Like, I just... I am the people again. بلشت البودكاست هيك وانا ended like this. Nothing differentiates me. I just have a voice that was built من العالم. The contribution, the likes and comments and views and time people are spending يحضروا and to share my stuff are making me, and it's giving me a voice. And mm-hmm. I would have never had a voice لو ما عندي أشخاص. That related to who related للكوميدي اللي عم بعمله وللاتشات يلي كانت سابقا إذا تتذكر من سنتين عملت فيديو تبع الانتخابات 10 دقايق I was talking please vote for who's right وانتبهوا عم تستعمل بلاتفورم تبعتك I had a million views أكيد I always will use my platform لحتى أحكي الحقيقة and will never deviate on that and I would like to thank everyone who contributed to my success لأنه I'm not there yet أكيد بدي I want to
طموحي اعلى بكتير. ماني عم فكر فيهم هلا، عم فكر كيف بدي اطلع من الخرى اللي نحن فيه. I stopped everything. I'm still dreaming about stuff, بس انه I'm a bit مكلبج. مكلبج. كلنا هيك ما. ايه مان ايه. No one can think straight right now. Honestly. مهم نحكي عن شو صار فينا نحكي يعني. كل يوم. كل يوم مان. Talk about Lebanon. روح كول. صور شيء. بس من بعدها يكون في ستوري عن لبنان. سوي خليك عم تتمنيك على السياسية. قرف لهم عيشتهم. Seriously. Every day. Do comedy. Do satire. Do satire comedy. Every day. كل واحد عنده follower واحد على البلاتفورم تبعه مسؤول يبني وطن. مسؤول. إذا منك عم تحكي عن لبنان أنت خاين للقضية اللي نحن فيها هلأ. والقضية معروف شو هي. كلهم يعني كلهم. كلهم يعني كلهم. We want to be Lebanese بنعيش بكرامة. As simple as that.